12 var şu an. اول شغله الله يجزيكم الخير على استقبال جيد كان لكم، يعني والحمد لله رب العالمين. احنا بنشكر الله على كل شيء، المعاناه اللي عشناها جوا رب العالمين بس بيعلم فيها، يعني الشكوى غير الله مزل. الحمد لله رب العالمين على كل حال. انا بس بدي اوصي شغله، وقت تسلمت داريه سوار كلها صارت تقول عذرا داريه لست جارتك ادلب، وقت راحت حلب ايش كنت تقولوا؟ ايش كنت تحكوا امام الله؟ الشهداء اللي راحت والاطفال قتلت والنساء اللي تعرضت جوا ايش تحكوا امام الله؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، بس الله يستبق بكل القادات، هن اللي باعونا، هن باعوا الوطن وباعوا كل شيء. حسبنا الله ونعم الوكيل، بس حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى من هيك ما عندي، حسبنا الله ونعم الوكيل. ضاقت علينا هلنا من حال من هول هذا القصف، ما عاد فينا حال. طيار روسي وأسد دمر لشهبة وحال، يا 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 عيوني دون اللي قابل حبا ما بين شرق وغرب، جمع المآسي رمت آمال همي وغرب. الله نرجو عجل تفريج همنا وغرب، حتى يعود الوطن من حال أحسن حال، يا 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 حبيبي. حلب هي الروح، هي الأمل. رحلنا بأجسادنا عن مدينة حلب، ولكن ما زالت الأرواح في مدينة حلب. حلب هي قلعة سورية، حلب قلعة الثورة، سنعود إليها يوما وإن طال الزمان. راجعين بإذن الله، دماء الشهداء لن تذهب سدى، إن شاء الله راجعين. كويسي بس بعدون الله صارت ما كويسي. الله مو ضربونا بشار، وهذا قصفنا أخذونا بيوتنا. إحنا نرجع كنتوني نلعب بالجوج حانات بألعاب، هوني كانت في ألعاب، كان في مدرسات، في كان كل مدارس يلعبونا، بس الله ما بقى في قصفونا، عملونا مثل الكفار، كأني كفار عم بضربونا، شياطين عم بلعب عليكم. شو كان في قصف عليكم؟ احكي لي عن القصف، على قصف بيتكم. قصفنا؟ بالاول نزل صاروخ بقلب الحاره، بنص الحاره
صاروخ ارتجاجي، هذا جرار، قنابل، هذا عنقودي، صاروخ أرض أرض، صاروخ مظلي، يعني كل الأنواع، براميل، جرار، قصف 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 عنا هنيك، قصف، ما في أي شغلة إلا جربونا عليها. هذا كلور شلفوا كمان، هيك أطفال صغار بختنقوا إذا ماتوا، يعني بس بدنا نحن تهدى الأوضاع كلها، نحن بدنا نرجع على بيتنا مثل ما كان، مثل ما كانت أرضنا، مثل ما كان كل أرضنا بدنا إياها نحن. هلا بشار بده كل أرضه ونحن بدنا كل أرضه، أرضنا كل أرضه، أرضه كل نحن، أرضنا وأرضه، أرضه على حال وأرضنا على حال، يعني بس بدنا نحن أرضنا، ما بدنا هذا نقصفون ونعمل، نحن بدنا بس نرجع على أرضنا، ما بدنا شيء. يعني هلا أطفال هل لك نعمش عبوا ضربونا كل شيء، عبوا ضربونا جرس صواريخ. خيو انا عبد الكريم عيسى من بعربه من جبل شحشبه، ضربتنا الطيارات وجينا على المخيم، مخيم الرساله وحل، لا حد تقدر تطلع، كل ما حرم الشيخ خذ مي تقع، بده يجيب ربط خبز وده ساعة على يصل من كثر الوحل، وجينا جميع منظمات ما حد تعرف علينا بالمنطقة كلها، وشايف مثل ما شايف عينك الشارع، وأكثر من 150 عينة بنفس المخيم. أم أمجد قاعدين مخيم الرسالة من جبل شحشبة، ومعاناتنا ذا الوحل والطين، لا نقدر نفوت، لا نقدر نطلع، لا أبو شي، لا نقدر نجيب غرض، مثل ما أنتوا شايفين الطرق مسكرة بين الخيام، ما أبو شي نقدر نمشي عليه خالص، أهانة أهانة. اجى النظام ضرب صاروخين على الحي، صاروخ اجى بناية كلها مدنية وتصاوبت العالم، وصاروخ اجى بدفاع المدني، يعني اخر نقطة لنا هو الدفاع المدني، ما ضل مشافي عنا، ما ضل دواء، وعم يخصفنا بالليل منهم. بديت اسطواني على بناء كله اطفال، كله نساء، وتصاوبت الاطفال، واجت اسطواني ثانية على نقطة الدفاع المدني، الدفاع المدني اخر مكان ليداوي الناس، خرج عن الخدمة على الأخير. دور مراقبين دول حكومة، دور مراقبين العرب اللي قبلون، مراقبين دوليين اللي قبلون، صراحة هن مراقبين لتغطية جرائم الإقوام ضد الشعب السوري. هلا إجلاء المحاصرين من حلب، أول شيء طلعت الدفعة الأولى تم
احتجازها عدة أيام ما يقارب 16 ساعة. الدفعة الثانية حجزت عند النظام ما يقارب 4 ساعات. يعني عملية إجلاء المحاصرين من داخل حلب المحاصرة تمت ومشي حال، فما في داعي لوجود المراقبين. هن رح يكونوا غطاء لعمليات جرائم، أو هن رح يكونوا غطاء لجرائم النظام ضد الشعب السوري. هذا القرار هو يعني بصمة مساعدة كبيرة لتهجير أهلنا في حلب. الدول الأجنبية يعني لو بدها توقف المجازر بحلب هي قادرة، يعني أمريكا هي أقوى دولة بالعالم، يعني هي حاسة توقف المجازر، بس هي أمريكا النظام أخذ الضوء الأخضر من أمريكا لحتالي على إبادة الشعب السوري. طبعا قرار مجلس الأمن هو غاية في السخرية، لأنه نحن شهدنا هذا القرار بعد ما نزحوا أو هجروا المدنيين من شرق حلب. فهذا القرار إجا هو لغسيل يمكن أو نشر المراقبين بالذات، ما بعرف إنه بدهم يجوا مراقبين يعني يراقبوا غسيل الدماء بالشوارع، ولا بدهم يصوروا المجازر ولا يصوروا الدمار، ولا ما بعرف يعني شو له هدف هلا نشر مراقبين بحلب الشرقية بعد ما تهجر المدنيين. كان هذا القرار لازم يكون بداية الحملة وبداية الحصار على حلب حتى يشوفوا ويوثقوا جرائم النظام اللي هنا بالأساس بيعرفوها، بس هو بهذا القرار وقبله كل شيء قرارات طلعت والمجتمع الدولي خصص يعني من عم نحدده هو كله عم يشارك النظام إما بشكل مباشر أو من بشكل غير مباشر بقمع وإبادة الشعب السوري وقمع الثورة الحرة للثورة السورية اللي خرجت من أجل إسقاط نظام بشار الأسد، اللي هن عم يحاولوا وعم يسعوا لحد هاي اللحظة هن يتموا يحافظوا على نظام بشار الأسد لأنه على الحق. استخرج المازوت بطرق بدائية عن طريق الحراقات، هاي ظلت إن المادة ما هي نظيفة، المادة مع شوائب مع غازات خطرة. فهل اجتني فكرة إنه بعد ما صارت حالات ضيق تنفس، حالات تحسسية بالصدر، ومعي ومع عائلتي صارت هيك يعني مع أولادي، فأنا اضطريت إنه أفكر إنه ألاقي طريقة للمدفأة للصوبيا، فيكون إن الدبو بعيد عن الغرفة، فاعتمد هالطريقة إنه أطيل على الدبو المازوت دبو الصوبيا. الفكرة من مو إنه اجتني للحالة العانيناها أنا والأولاد، الفكرة اجت كمان من الحرائق اللي صارت بالأرواح وبالأموال بالبيوت، يعني من المناطق مثل الدرباسية بعمودة بديريك، فهاي كمان دفعتني إنه أشتغل بهالفكرة. شبوع الوان؟